العرس الأكثر تداولا على منصات التواصل والأكثر شهرة والأكثر تفاعلا كان للعروس المقدسية الفلسطينية ربيحة الرجبي، التي أصرت على أن يكون زفافها من داخل منزلها الذي هدمته قوات الاحتلال بحي سلوان في القدس. فبرغم منغصات الاحتلال إلا أن ربيحة الرجبي أصرت على الخروج من منزلها المهدوم عروسا، ورفعت العائلة العلم الفلسطيني فوق ركام منزلها، كما رفع الأطفال الأعلام الفلسطينية في المكان، وأطلقت المفرقعات تعبيرا عن فرحتهم بزفاف ابنتهم الوحيدة وعلى وقع الأهازيج الوطنية ونشيد أنا ابن القدس ومن هون مش متزحزح وقاعد فيها. كانت الحفلة وكان الزفاف بالشكل الذي سنشاهده. ربيحة الرجبية من سلمان، اني انهدم بيتي ب10/5. اليوم هو يوم عرسي، وراح اقطع من الركام زي ما انا حكيت وزي ما انا اصريت اني اقطع من الركام. بحب احكي بوجه لساكن الاحتلال انه هم ما قدروا يكسروا فرحتي ولا يكسروا عزيمتي، بالعكس زدنا ثبات وقوه وعزيمه، وانا راح اقطع من دارنا الركام. كانت ربيحة تحلم أن تزف لعريسها من منزلها الذي ولدت وعاشت وكبرت فيه كبقية الفتيات في سنها، إلا أن الاحتلال أبى إلا أن يهدم البناية التي تعيش فيها مع والديها وأشقائها منذ 21 عاما قبل موعد زفافها بشهر واحد فقط. فخرجت ربيحة الرجبي من بين الركام ليكون شاهدا على قساوة الاحتلال، وبكت ربيحة بألم وحرقة من شدة الصدمة لحظة هدم جرافات بلدية الاحتلال منزلها قبل موعد زفافها، في حين كانت هناك ردود أفعال وتغريدات وتعليقات كثيرة جاءت كالتالي، سنقرأها ونبدأها مع تعليق الدكتور هاني. يقول الدكتور هاني الدالي في تعليقه: يحيى الرجبي تقيم عرسها من بين الركام الذي خلفه الاحتلال الصهيوني في بيتهم في سلوان، ومن منا لا يعرف ماذا تفعل الفتيات كي يقمن أفراحهن في أضخم فنادق العالم، لكنه هاشتاج الفلسطيني المقاوم في كل المواطن. هناك تعليق من عبد الرحمن: بعد ما قام جنود الاحتلال بهدم منزل عائلة الرجبي مؤخرا في سلوان في القدس، ربيحة الرجبي زفت اليوم إلى زوجها وأصرت أن تخرج من بيت أهلها حتى لو من تحت الركام. هناك أيضا تعليق من حسن ساري يقول: الاحتلال المجرم هدم منزل عائلة الرجبي قبل بضعة أسابيع في سلوان في القدس المحتلة، ومع ذلك أصرت ابنتهم ربيحة الرجبي التي زفت اليوم إلى زوجها عروسا أن تخرج بحسب العادات والتقاليد من بيت أهلها المدمر بحسب الاحتلال حتى لو مشت على حجارته المهدمة. تعليق آخر من مارس: ربيحة الرجبي عروس حلمت أن تزف إلى عريسها من منزلها فلم تستطع تحمل مشاهدته يهدم أمام أعينها من قبل جرافات الاحتلال، بكت وتألمت لكنها تحدت وأصرت أن لا تزف إلا منه حتى وهو ركام. تعليق آخر من أسد غالب: ولقد بنيت لك بين ضلوعي منزلا عسى المقام بالمقيم يليق. ربيحة الرجبي تزف عروسا من فوق ركام منزلها في بلدة سلوان القدس فلسطين. هكذا هم أبناء فلسطين، لا ينقهرون ولا ينكسرون ولا يتراجعون، وقضيتهم كتبت بالدم لم تمحيها جرافات حديد.